طلمان موقر مهاب الجناب اسمحوا لي في هذا المقام وقبل أن أبرح هذا المكان الموقر أن أجمل لمعاليكم خادم عرضه آنفا نحن المعارضة كان موقفنا واضح جدا على أن هذا المشروع ليس بالضرورة نظرا إلى اختلاف مفاهيم الإرهاب مما يؤدي إلى مشاكل الكثيرة التي تمنع ضرورة هذا المشروع أيها الجمهور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا عليكم السلام. أعضاء البرلمان الموقرون جميعا حجتنا الأولى الدائمة لموقفنا وقبل أن أشرح دعوني أن أظهر لكم مشكلة مبدأ الحكومة قالت أنها تريد أن تتحدث عن تشبك الإرهاب على كيفيات أربع أولا مراقبة الحدود تفتيش الجمركي وتبادل المعلومات أيها الجمهور الكريم الخطأ الكبير هنا أن منظمة آسيا تتم موافقتها واتفاقيتها ويتم توقيعها فقط بين ثلاثة دول حتى الآن منذ أن تم توقيعها منذ سنة 2001 ولكن فقط ثلاثة دول التي تم توقيعها سنغافورة أقدم تكنولوجيا رفض هذه الاتفاقية كيف أن إذا رفض سنغافورة تدل على ضرورة هذا المشروع مع أن لم تبين لنا هذه الحكومة أن دول آسيا كلها تتفق معاونة تتفق على تعاون ولكن للأسف الشديد حتى الآن فقط هناك ثلاثة دول ثم تحدثت عن مراقبة الحدود وتفتيش الجمرك وما أشبه ذلك هذه الأشياء كلها حقيقة تستطيع الدولة أن تنفذها وتفعلها أيها الجمهور الكريم لا حاجة لنا بالتعاون لأنها شأن الدولة ولكن ماذا قالت هذه الحكومة قالت أنها شأن الدولة لا نهتم تدبير سلامة الدولة وكيف نتعاون إذا كانت الحكومة لا تهتم بتدبير سلامة الدولة أيها الجمهور الكريم بمعنى حقيقة هذه الحكومة قالت وصرحت أنها لا تهتم بتدبير سلامة الأمن الدولة نفسها وتريد التعاون كيف أن هذا الأمر يجتمعان أيها الجمهور الكريم بناء على هذا حجتنا الأولى ألا وهي عدم وجود الرؤية الموحدة بين دول المنظمة قد بينا في هذه الحجة كيف أن هناك كثير من القضايا التي وقعت ولكن سنغافورة وفيتنام وكذلك لاوس رأت أن حركة إرهابية في فلبين من دانو أنه فعل إرهابي ولكن ماليزيا وكذلك بروناي وإندونيسيا رأت أنها تطالب حقوقها وكيف يجتمعان أيها الجمهور الكريم إذا كان الأمر ليس واضحا من قبل دول منظمة آسيا بمعنى حقيقة أن اختلاف يؤدي إلى عدم ضرورة هذا المشروع أيها الجمهور الكريم ثم ثانيا نتحدث عن التعاون بين دول آسيا في منع انتشار إرهاب ضرورة الذي يندرج تحت محور سياسي قد بينا أيها الجمهور الكريم عدم قدرة دول منظمة آسيا في حل مشاكل الداخلية وقد بينا أن الإرهاب في ميانمار أن هناك مشاكل كثيرة حتى إندونيسيا وماليزيا تتشاجر عن قضية باتي أيها الجمهور الكريم وسنغافورة وماليزيا تتشاجر عن قضية جزيرة ولكن تطالب مساعدة خارجية بمعنى أن دول منظمة آسيا لا تستطيع وليس عندها قدرة في حل مشاكلها الداخلية أيها الجمهور الكريم وجدنا الثالثة على وهي ضعف إمكانية اقتصادية لدول آسيا ونحن قد بينا هناك كثير من التمويلات لابد علينا نفعل ولكن قصر وكذلك نقص دول منظمة آسيا أن يفعل ذلك وجدنا الرابعة على وهي استطاعة دول تفعيل القوانين أيها الجمهور الكريم ونحن قد بينا كيف هناك القوانين الكثيرة الموجودة نستطيع أن نعالجها ونستطيع أن نقوم عليها بوجود هذه القوانين الصارمة أيها الجمهور الكريم أعضاء البرلمان الموقرون جميعا هذه الحكومة قالت أن حكومة ميانمارية هي حكومة إرهابية كيف كانت دول منظمة آسيا التي فيها ميانمار بوصفها إرهابي يحارب الإرهاب مع دول منظمة آسيا منها تايلاند وسنغافورة كأن الإرهاب إرهابي يهارب مع الإرهاب كيف يجتمعان بين الأمرين أيها الجمهور الكريم بناء على هذه الأخطاء والمغالطات نحن نطالب البرلمان رفض هذا المشروع رفضا قاطعا لما فيه لمصلحة الجميع حتى لا نحارب إرهاب وفي داخل المنظمة هناك إرهابي أيها الجمهور الكريم فسلام الله عليكم ورحمة الله